هل تتحكم إيمان الباني بقرارات مراد يلدرم المهنية؟ لطالما كان الثنائي مراد يلدرم وإيمان الباني محط أنظار الجمهور، ومن وقت إعلان زواجهم بال2016 والأخبار بتلاحق علاقتهم وبتسبب الجدل، وخاصة بكل ما يتعلق بأعمال مراد اللي بيقدمها واتهامات لزوجته بأنها من تقرر مين بيشاركوا البطولة من النجمات. فمن فترة خرج مراد عن صمته بسبب الهجوم اللي تعرضت له زوجته من قبل معجبينه واتهامها بالغيرة من شريكته بمسلسل رامو إسراء بلجيتش بسبب الكيمستري الكبيرة اللي كانت موجودة بين بالمشاهد. فكتب بوقتها عبر انستغرام بمعنى: كما تعلمون في العادة لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ولكن الأمر أخذ إبعادا مزعجة، لهذا السبب سأتكلم عن الشتائم والرسائل التي يواجهها البعض ضد زوجتي. وأكمل: تلك المرأة التي تفعلون ذلك معها أجهضت 5 مرات، هي من رشحت إسراء لدور سيبال، حيث قالت أن الكيمياء بيننا ستتوافق وأنا والقناة والمنتج رأينا أنها محقة. وحاليا بعد خبر انسحاب الممثلة ميليسا شان أولسون من مسلسل عزيز اللي من بطولة مراد، عادت الأقاويل تطال زوجته إيمان من جديد، فتم تداول أخبار على مواقع والسوشيال ميديا أنها خلفها القرار، خاصة وأن شركة الإنتاج اتفقت معها لتنضم للبطولة، ولكن مراد لم يوافقهم الرأي، وإيمان هي من أعطت رأيها حول الكاست وقالت لمراد بأنه ميليسا غير لائقة إلى جنبه. ومن ناحية أخرى تم نفيها المعلومات، ومصادر إعلام تركية اعتبرت الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وانسحاب ميليسا من المسلسل ما له علاقة بمراد وزوجته كونها قررت الانسحاب لأسبابها الخاصة. وكتب أيضا أنه الاتفاق مع دام لاسونماز اللي حلت مكان ميليسا كان بسبب لون عيونها، فما كان من المناسب اختيار ممثلة بعيون ملونة أو شقراء للشخصية اللي بتقدمها، ولذا تم استبدالها. وهالأخبار لم تمر مرور الكرام على الجمهور، فانهالت التعليقات بين منتقد لا تدخل إيمان بعمل زوجها وخياراته المهنية، وبين داعم لهالثنائي ورافض تصديق الإشاعات.